بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا
دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا